دلوقتي بقى نرسم تحلب النوستوك. تعالوا نشوف تحلب النوستوك بيترسم ازاي. بنبدأ عادي برضو زي ما احنا متعودين، خلايا خضرية اهي بالشكل ده. هو قال لي ان التحلب ده ممكن يكون تويستد، يعني ملفوف حوالين نفسه بيتلف كتير، تويستد وكيرفد، او ممكن يكون ستريت يعني مش ملفوف خالص، اللي هو زي الانابينة كانت الخط مستقيم. هنتعالوا نرسم بقى التحلب ده، نشوفه هو ملفوف ترسم ازاي، شكله ايه. هنعمل خلية خضرية بس بنغير اتجاه ايدينا، خليها تطلع لفوق خلايا عشان نقدر نلف التحلب بتاعنا ونشوفه هو ملفوف حوالين نفسه. اهي خلايا بنفضل نطلع، وبعد ما نطلع شوية نرجع تاني نغير اتجاه ايدينا ونقعد نلفها عشان عايزينها ترجع تنزل تاني لتحت. شايفين بنعمله كده، كله معتمد على اننا نعرف نظبط الخلايا اتجاهات مختلفة عشان تدينا الشكل اللي هو التويست بتاع الطحن. نرجع نكمل بقى كأن التحلب ملفوف من ورا كده، خلايا مكملة اهي تاني نازلة. قال لي ان النوع التحلب ده بيكون لي برضو الهيتيروسيست، بس المرة دي بقى نرسمها بشكل يبين لنا المكونات بتاعتها اللي فوق اهو. اللي بعملها كده شكل مستطيل، وادخل من جوه بقى اعملها كده وانزل تحت واطلع وامشي مع الجدار بتاعي وانزل تاني واطلع وامشي مع الجدار بتاعي. ونكمل تاني الخلايا الخضرية بتاعتنا الفيجيتيف سيلز. ممكن كفاية كده مثلا نقف على كده، ده ممكن عادي، ده كده شكل النوستوك. او ممكن نشوف ممكن يبقى توستد اكتر ازاي، نرجع نلف الخلية معانا ونطلع بيها لفوق عشان نلفها ونطلع بيها من الناحية التانية اهي كده. نطلع بيها من هنا ونعمل مثلا كمان واحدة هيتيروسيست. اهي زي ما اتفقنا هننزل ونطلع نمشي مع الدور بتاعي بتاع الخلية بس كده. ده كده كمان على هيتيروسيس. نكمل تاني خلايا خضرية
قال لي بقى ان النوستوك بيكون عنده حاجة اسمها تشيس غلاف بيحيط بيه، فهنمشي على كل خلية عملناها ونعمل لها الغلاف بتاعها. طبعا ما ننساش نعمل الغلاف من الخلايا من جوه. برضو اللي جوه البلازما نعملها في كل خلايا التحلب عندي. طبعا التحلب يا جماعة احنا مش لازم نرسمه كده خالص بالحجم ده ولا كيرفت قوي كده، يعني ممكن نكتفي مثلا بانه كيرفت حاجة بسيطة الجزء اللي فوق ده مثلا، بس ممكن ما نعملوش كيرفت اصلا، لان هنشوف في الديسكريبشن هو ممكن يبقى ستريت او ممكن يبقى كيرفت. احنا ممكن نعمله عادي، خط عادي مش لازم يكون لف حوالين نفسه. الاسهل ليكوا اللي تعرفوا تعملوه اعملوه. تمام، نحط بقى البيانات بتاعتنا دي. طبعا vegetative cells وده قلنا انه هيتيروسيست، هو طبعا هو ده، والمكون بقى بتاعه اللي هو حاجة اسمها البولر نوديول. طبعا ده التشيس بتاعي. بس كده، وده كان تحلق النوستوك.